اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا بك. انا طبعا رايحه اعملكم قهوه، كان بودي اشارككم موضوع الاسنان بس برضو على البريك رح امسكك واسالك عن الجهاز. سكر زياده. اوكي. دعاء اسنانها حلوه. ولكن بنرحب فيك دكتور كريم. أهلا بالبداية. أهلا. نعرف أكيد العلم متطور، ومهما حكينا وناقشنا يعني ضبط الابتسامة، ضبط جمالية الابتسامة، العلاج مثلا، في أمور كثيرة نحن كناس عاديين ما بنعرفها. بالبداية خلينا نتكلم عن مين هو المحتاج لضبط الابتسامة أو يعني عمل لها ضبط. خليني اقول لك، هو الجمال في الاسنان والابتسامه ان بقول مثلث، ثلاث حاجات بيأثروا: شكل السن الواحد، رصه الاسنان مع بعض، ولون السن. فاللي عنده مشكله في لون السن بيحتاج تجميل، ممكن يعمل تبييض. اللي عنده مشكله في رصه الاسنان ممكن يعمل تقويم. المشكله بتيجي لو شكل السن نفسه، سواء كان مسوس ومكسر او كان في حشوات قديمه او شكل السن مش حلو. هنا دي لازم ندخل بتدخل صناعي او تركيب او استعاضه. ممكن يجي اكتر من مشكله في نفس الوقت، ممكن يكون حد اسنانه مش مرصوصه كويس وفي نفس الوقت مكسره شويه. نعم. يبقى هنا نقول ايه، لو حاجه بسيطه ممكن الفينير او الكراون يعدلها لوحده، انما لو الرصه سيئه نقول الأول اعمل تقويم، رصها بشكل كويس، وبعدين ندخل جمالياً نتعامل مع الشكل المكسر للأسنان. بس بيستسهلوا يا دكتور دلوقتي، بطل أيوة. حد إنه هو يكون عنده طول بال إنه لسه نصق أسناني والكلام ده. حتة بيستسهلوا دي أيوة. مهمة والله. مهمة جيت جداً. على الجرح. أيوة جيت على الجرح، لأن إحنا بنقول الناس إيه، لكل مقام المقال. يعني لو أنت بس محتاج تبييض اعمله، أنت أولى بأسنانك سليمة. في ناس بتجيلنا العيادة، أنا ممكن أدفع فلوس عشان تبقى أسناني زي أسنانه، بس مش مقتنع، مصر أنه عايز يبيضها بالفينير. يا سيدي ليه تسحك من سنانك شوية؟ ما أنت أسنانك طبيعي وجميلة. يقولك لا أنا عايز أعمل فينير. شكله يمكن دكتور إن هني مقتنعين إنه الفينير هو الشكل الأفضل للمدى الأطول، يعني يمكن التبييض كل ست شهور لازم يرجعوا يعملوا تبييض للأسنان، التقويم يمكن ياخذ له سنتين ألم، بس الفينير مدى أطول، يعني بظنش 10 سنين بيضل الأسنان ماخدين نفس الشكل بدون مشاكل. هي الفينير بيبقى على حسب الاستخدام، يعني لو واحد بيراعي السيراميك في الاخر ازاز ممكن يتكسر، فلو واحد بيراعيه فبيبقى فيه شويه ليميتيشنز، يعني بتاكلي بس مش براحتك قوي، يعني بتاكلي كويس وكل حاجه كويس، انما بتاخدي بالك بتحاسبي عشان ما تكسريهاش، وارد انه ممكن يفك، مش خطا من الطبيب ولا حاجه، انما دي مواد ممكن الاسمنت في لحظه في فينير من الفينيرات يفك. فلازم المريض يبقى عنده الوعي ده، عارف اللي له واللي عليه قبل ما يخوض التجربه وقبل ما يخوض العلاج. بس هو بيتغير يا دكتور، يعني اعتقد كل 15 سنين باين. هو طول ما المريض ما اشتكاش، ما جالوش التهابات في اللثه، الفينير ما اتغيرش، ما اتكسرش، هو عايش. يعني هو لابد صلاحيه معينه ان واحد لازم يغير الفينير. احنا بنقول تقريبا زي ما اتفضلتوا، هي ال 10 سنوات هي الافريج. ممكن في بعد 10 سنوات زي اي حاجه ليها عمر افتراضي مزبوط. ممكن يحصل كسر في السيراميك. صح. جميل جدا. هذا بالنسبه دكتور كريم يعني الفينير او الابتسامه. بس خلينا نتكلم عن العلاج نوعا ما، احيانا بيكون شويه مربك عند الناس اللي بدها تعالج اسنانها. احيانا بنلاحظ انه في ناس فقدوا 4 اسنان من الخلف مثلا. أيوة. فاضطر الدكتور مثلا حكى له خلينا نعمل لك زرعه ونعمل لك جسر 4 اسنان. طيب احتار المريض ما بين انه يزرع ال4 اسنان او يعمل الجسر هذا، شو الاسلوب الصح وكيف يتصرف هذا المريض؟ طب انا هقول حاجه، احنا عندنا زي ايه ثوابت. لو عندك سن واحد رايح محتاج زرعه تشيل السن، لان هو في جدر رايح محتاج تحط جدر. لو في سنين مفقودين افضل تحط زرعتين. لو 3 سنان ما بقاش النهارده تقول تحط مكانهم 3 زرعات، بالعكس لا، تحط زرعتين وتعمل عليهم جسر. لو 4 سنان
على حسب المكان وعلى حسب قوة الضغط اللي انت بنقيس الكلام ده كله عند المريض، يا تحط برضو زرعتين وتعمل عليهم جسر، يا إما ممكن ثلاث زرعات. طب ليه؟ الجدر الطبيعي وصل له تغذية وفي دم حواليه من الألياف اللي ماسكاه بالعظم، إنما الزرعة هي قطعة من التيتانيوم المعدن الجميل اللي بيلتئم مع العظم، إنما في دم أقل. يبقى إذن ما أقدرش أخنق العظم أنا أحط زرعة جنب زرعة، يعني مثلا على سبيل المثال واحد فقد سنانه كلها ومركب طقم وقال أنا بقى زهقت من الطقم المتحرك وعايز أعمل زراعة، هل ده عشان عنده هو فوق 16 سنة أحط له 16 زرعة؟ أبدا. النهاردة مع التطور بقى 8 6 بقى كفاية، وبقى في كونسبت جديد اسمه أولون فور، أربع زرعات يشيلوا من الدرس الأول للدرس الأول، يعني 12 سن على أربع زرعات. والباقي جسر؟ والباقي جسر صح؟ والباقي بيبقى جسر. حلو. Yeah. حتى يمكن تكلفة أقل، لأنه الزرع نحن بنعرف تكلفتها كتير عالية. تكلفتها فعلاً عالية؟ التكلفة بتبقى أقل شوية، بس مش يعني هي مش عملية حسابية اللي هو النهاردة طب دول 8 زرعات دول 4، لأن الكونسبت الأولم 4 مثلاً اللي هو أربع زرعات بيكون فيه زرعات لها درجة ميل معينة، عايزة تخصص او خبره من الطبيب بشكل معين، حتى الجزء عشان يعوض الزاويه اللي بيجي بيها الزرعه بتبقى زرعه بزاويه ويجي الجزء ينزل عشان تبقى السنه نازله عدله. ده اغلى شويه في تكلفته من الزرعه العاديه الستريت. بس والله امجد ومهند كل يوم يا دكتور بنشوف اعلانات جديده، اجهزه جديده، حاجات جديده، احترنا نعمل ايه ولا ايه؟ خلاص مره شيء 3 دي هي كل يوم حاجه جديده. النهارده احنا في زمن فعلا الديجيتال وال3 دي وبقى في كل حاجه، يعني لو بنتكلم على الابتسامه والجمال والحلاوه النهارده بدانا فاكرين المقاس زمان لو تاخد مقاس ايه؟ أيوة. يجيب معجون ويحطه في قالب ويبقى المريض ثقيل كتير هاي المرحله. ايوه انا عانيت منها فعليا دكتور، عانيت منها. كان عجبني الصراحه بارد. لا مش لا انت عجبك طعم النعناع بس انا ما فيش نفس. وانا كمان كنت جزء من يعني احنا بنصطبح كل يوم تلاقي المريض يقول لك ايه انا بكره زياره الاسنان، اللي هو بتقول له شكرا جزيلا شكرا. انا عارف يعني فاهم. النهارده مثلا بقى المعجون ده اللي فعلا يخنق ويخلي الواحد مش قادر استبدل بايه؟ سكانر عامل زي القلم 3 دي بالليزر، يدخل بيعمل سكانينج مثلا، وانت بتعمل سكان بيبقى قدامك الشاشه بيطلع عليها الفك بلون الاسنان بلون اللثه، ده ابيض وده وردي، وتاخد الفك اللي فوق تاخد الفك اللي تحت، حتى العضه اللي كنت تاخدها بمعجون بقت تطبق الاسنان على بعض وتعمل لها سكان. حلو. حتى العضه النهارده المريض ما بيتضايقش، ما فيش بقى حاجه داخله في زوره، مش تعبان، هو الم دخل عمل السكان طلع على الكمبيوتر، حتى المريض بقى مبسوط. طيب تاخد ده وبقى التصوير، طول عمرنا بنتصور والنهارده الكاميرات كلها ديجيتال. نعم. تصور المريض وهو مبتسم، تصوره وهو بمباعد وانت شايف شكل الاسنان، تدخل الصور دي مع الاسكان اللي انت خدته للسنان بسوفت وير، تبدا تركبهم على بعض وتبدا تقعد مع المريض. طب انت شكل سنك اللي جاي عايزه ازاي؟ أيوة. مدور مثلث ولا عايزه مربع شويه؟ طب طويل مثلاً. بقت النهارده الابتسامه بدل ما كنا زمان بناخد المقاس نبعته للمعمل وهي اسطمبه للمعمل يبعته نقول بارك الله فيما رزق ونحاول نقنع المريض انها كويسه، لا نحاول نقنع المريض. يعني الحين المريض تعطونا اكثر عن الاوبشن، يقول لك تبى هالشكل ولا هذا الشكل ولا هذا الشكل. الله يفتح عليك. الحمد لله. المريض صراحه دكتور قبل نلاحظ على المرضى الموجودين، يمكن تقريبا الناس نعرفهم اسنانهم طالعه على برا، تحس ان الفينير ابدا مش لايق عليها. صحيح. واللون الفج قوي. بنقول individualization، يعني بقت individual جدا. الابتسامه بقت خاصه بالمريض، مش ان هي ابتسامه عامه وبنديها لكل المرضى يبقوا شبه بعض، لا. النهارده المريض بيقعد معايا لغايه لما يشوف، حتى لو اللثه في ناس بتبتسم، انا مثلا ببتسم تلاقي اللثه عندي تبان شويه. في ناس ما بتحبش اللثه تبان، فبدانا بالليزر تقدر تعمل رسم للثه في وضع جديد. ترفع اللثه بالليزر، ليها حدود طبعا ما تقدرش ترفعها قوي، ليها حدود ملي ملي ونص اتنين بالكتير، وبعدين تعدل في شكل السن وانت بتبرد، وتاخد الصور وتعمل مؤقت جديد يحافظ على مكان اللثه، تبعت بقى الصور دي للمعمل. وانت بتعمل التصميم مع المريض بدل ما المعمل كان بيحط من عنده تصور، لا انا بقوله عند السن ده زود نص ملي عن القديم، عند السن ده زود ملي،
عند السن ده زود ملي كمان. فالنهارده المعمل بقى عارف حدوده يقف فين. بتيجي الابتسامه بنعمل بروفا للمريض، مبسوط بنقدر نلزق على طول، مش مبسوط بنعدل. حلو. ودايما في مؤقت، يعني المريض ما بينزلش من العياده مثلا من غير مؤقت، لا زي ما جه زي ما نزل. الناس كلها بتشتغل، الناس كلها عندها التزامات اجتماعيه وغيره، فلازم يظهروا بشكل. طيب دكتور، شو وضع الامل الالم بهاي التكنولوجيا؟ والله حاجتين، برضو جزء من التطور اللي في علم المواد، بدات النهارده السيراميك بدل ما نحتاج طبقه سميكه عشان خاطر ندي شكل بقت رفيعه جدا. ففي حالات كتير بنعمل حاجه اسمها مينيمال بريب، يعني التحضير قليل جدا، كله في طبقه المينا. في حالات بتجيلنا المريض بيخش بنبرد وناخد المقاس من غير ما حتى ياخد ابره بنج، لان طبقه المينا طول ما احنا لسه في طبقه المينا ما فيش الم. يبدا شويه تحسس مع الدخول في طبقه العاج اللي هي البرد، يوم تبردون السن. ايوه. فانا لو بردت خفيف وانا في طبقه المينا ما فيش الم، ولو هندخل في طبقه العاج النهارده بدات ابره البنج رفيعه جدا، وبقت في اجهزه للحقن كنترولد على مدار دقيقه او دقيقتين، فحتى المريض ما بيحسش بالابره، فبقى الاجراء تقريبا كله بين فري. حلو. بس الابره بما انك اتكلمت على الابره، يعني ارجوكم غيروها جد على طول. شكلنا يا جماعه بدنا نرجع نروح نجدد يا دكتور هيك. الحقيقه حته حديد كده حط ابره يلا. ابره نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 حفظناهم كلهم المباراه. يلا خلاص، يعني نغير شوي من الاسلوب، وكمان اللون الرصاصي مش حلو، جيبوها وردي. والله صدق فكره، يعني انا ما اعرفش احنا ليه غدر عمر ما حد طلع بفكره نخليها لونها ابيض، لونها احمر، لونها ازرق، هي لونها معدن، تحس ان في خناقه بتحصل سلاح داخل فمك. كمان دكتور في نقطه حضرتك اتكلمت فيها، موضوع اللون. كل الناس بتلجا الى الابيض ابيض دون الالتزام بلون البشره او ملامح حتى البشره بشكل سليم او حجم الابتسام. بالظبط. ايوه، هو ده حته ان الابتسامه بقت خاصه بالمريض. يعني النهارده في شغف عند الناس ان هو انا عايزها ابيض حاجه، كان اللي بيضحك تحس كان في حد ضارب فلاش زينون لايت. أيوة في عينك. صح. ايوه. على فكره الناس بدا مؤخرا يبقى عندهم وعي بان يقولك الابتسامه الطبيعيه، احنا ناخد لون فاتح بس يكون طبيعي، لان بدا يعني في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كله عايز لون ابيض، بقى الناس كلها شبه بعض. صح. مفيش اي خصوصيه في الابتسامه، حتى الشكل مربعات. ايوه. يعني النهارده مثلا بتلاقي ممكن مريضه فرحت جدا لما لقت شكل اسنانها شكله مثلث ورقيق وصغير، هي تقول لك انا وشي صغير فعلا لقيت عليا، كانت عامله ابتسامه قبل او عامله فينيرز قبل كان شكلهم مربعات كبيره، يعني الست رقيقه جدا ووشها صغير قد كده ومركبه اسنان قد كده، لما خدت سنان على قدها الفرحه اللي كانت فيها، يعني انا ممكن اقول يمكن 18 سنه شغل، من اكتر الحاجات اللي عمري ما هنساها من رياكشن المريض، من فرحته انه خد حاجه حس لايقه عليه. لانه في ناس بتعاني يا دكتور، بيبقى الموضوع هو مشكله حياتهم اسنانهم، يعني انا الصراحه كنت واحده منهم، انا كانت مشكله حياتي اسناني لحد ما ظبطت، وحسيت كمان انه بعض المرضى بيدخلوا في حالات اكتئاب وبيجي لهم امراض نفسيه بسبب الشكل. دي حقيقه. كان كل ضحكاتي زمان عامله كده، فكان موضوع سيء. في ناس بتخش لنا العياده وهو بيتكلم معايا وانا الدكتور اللي انا المفروض هساعده، فعلا هو بيبقى حاطط ايده وهو بيتكلم. بالظبط بالظبط. فحته النهارده تخصيص الابتسامه للشخص بالديزاين، الشكل اللي فيه حد كبير حجمه كبير ياخد شكل مربع، حد اصغر شويه في الحجم ياخد شكل على مثلث على بيضاوي، سنان اقصر سنان اطول، واللون لازم يكون مناسب للون البشره. بس مهند يعني ما شاء الله يعني دؤوب يا دكتور، يعني مراجعه والله اعطاني فكره اني اروح اغير اسناني مره ثانيه. بدي اقول لكم على فكره الاكسبيرينس الاولي اختلف كامل الاكسبيرينس كلمت انت حاليا عنه. الحمد لله. الحمد لله. خالد دكتور واستفدنا منك اليوم وايد في برنامج عندنا، اعطيتنا افكار وايد ان احنا نرجع نقدر نغير اسناننا مره ثانيه. شرفت نورت. نورتنا يا دكتور. نورك والله يخليك. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. لازم ناخذ كمان ارقامك بعد الحلقه.